اهلا بيكم في مطبخكم، مطبخ ست البيت. انا منال. النهارده هعمل معاكم ايه؟ هعمل كوسه. كوسه اكيد كلكم بتقولوا كوسه، واولادي اول ناس بيقولوا كوسه. الكوسه بتبقى جميله جدا لما بتتعمل حلو، وندلعها كده ونشرشرها ونخليها شكلها حلو ونقشرها ونجيب لها حمص ونسلقه. انا مش هعملها ولا بلحمه ولا بفريخ، صدقوني الكوسه لما بتتعمل بحمص بس بتبقى جميله. اوقات بنبقى مستعجلين وعايزين نطبخ، ما عندناش وقت مثلا ان احنا نطلع لحمه او نطلع فريخ، او عايزين نطبخ من غير لحمه ولا فريخ. مش لازم كل يوم ناكل لحمه وفريخ. هولع على الحله. مكوناتها سهله وبسيطه، كوسه وبصل، وعندي قرن فلفل حامي اللي يحب، يعني اللي عاوز يحط، اللي مش عاوز ما يحطوش، وطماطم وصلصه، وهنحط بقى ملح وفلفل، وهنحط رشه حبهان عشان هو اللي بيحلي الاكل. نقول اللي بيحلي الاكل بالشوربه ايه؟ ان احنا بنبقى حاطين عليها حبهان ولورا ومستكه. احنا هنعمل نفس الحركه دي مع الكوسه. هحط شويه زيت وهحط زبده، عشان انا هنا مش طبخاها بدسم اي حاجه، فالزبده هتخليها غنيه وتديها دسم. هحط حته زبده حلوه. بصوا عشان الحلة سخنة على طول الزبدة اتحركت فيها. هحط بقى البصلة، بتاخد بصلة يعني بصلاية حلوة كده، وهقلبها. وهحط معاها فص مستكة، فص واحد بس علشان ما يأثرش على لون الطماطم. وهحط رشة حبهان، برضو رشة صغيرة يعني تدي بس تنكيه خفيف بس كده. وبعد كده طبعا بقى الملح والفلفل هما اللي هيتبلوها ويخلوها جميلة. بس اهي قبل ما تدخل على اللون الذهبي على طول هديها بقى الطماطم. الطماطم هنا انا بشراها، يا نبشرها يا نضربها في كبه او اللي هي محضره الطعام دي عشان تبقى سميكه شويه. وهحط معاها، هحط معاها ايه؟ صلصه. هاخد كده معلقتين صلصه علشان هي بتحب الكوسه تبقى صلصتها كثيفه كده وتبقى حمرا حلوه. وعندي ميه مغليه، هحط شويه ميه، حبه صغيره قوي بس يغلوا فيهم. وهحط ملح وفلفل، لا مش هحط فلفل دلوقتي عشان ما يغيرش لون الطماطم. انا بس هحط شويه ملح عشان عايزه الكوسه لما تنزل تنزل على حاجه مش دلع، يعني اول ما تنزل وتبدا تتشرب تمص من التخديعه دي. شفت انا قلت تخديعه على طول؟ طالما البصله ما بقتش فاتحه وليها ريحه البصله النيه بتبقى تخديعه، يعني انا مش قصدي اقول تخديعه لكن هي طلعت كده، هي فعلا تخديعه. بس حطينا شوية الملح، نكمل تحييقها بعد كده. بس المهم أول ما تنزل الكوسة تبص كده هو بالملح دوت فتحيق، وبعد كده بقى ينزل بالفلفل الأسود، مش هيغير لون الطماطم، وفي نفس الوقت يغلف لنا الكوسة من بره، تبقى أول ما نحط حباية الكوسة في بقنا ليها كده لسعة حلوة. أنا مرضتش أشوح الفلفل مع البصلة، لا عشان ما ينزلش بقى كل الحميان الفظيع بتاعه. بس هعمل إيه؟ هقطعه رفيع وهرميه معايا. اللي مش عاوز يا جماعه ده اختياري، يعني انا ممكن اصلا ما اكونش كاتباه حتى في الوصفه، بس هي الكوسه بتحب الشطشطه. جربوها واسمعوا كلامي. على طول هبص الاقيه اتسبك وهحط عليه الكوسه على طول. النهارده بقى انا هعمل لكم كريب، هعمله بالموز. هعمل الموز الاول قبل ما ابدا اعمل الكريب. هجيب بس هعمل فيها الموز، هولع عليها تسخن وهقشر الموز. هشيل الغطا احطه هنا بس عشان تشوفوا الموز وانا بقطعه. انا بحب اقشر الموز كده، ولا بسكينه ولا حاجه، بتقشر معايا على طول، بحس ان انا ايدي اسرع من اي حاجه. بصوا الكوسه ولا كاننا بنطبخ، بنعمل حاجه تانية وهي في النهايه هتطبخ جنب الحاجه التانية اللي بتتعمل.
مع ان هي تعتبر الوجبه الرئيسيه، بس هي حطيتها ولا حسيت باني عملتها. اقدر بقى في الوقت ده اقف اعمل احيي اللي مش عايز ياكل كوسه بقى بهندي، اعمل له حاجه حلوه، كل الكوسه وانا اعمل لك حاجه حلوه. بصوا بقى منظر التخديع بقى جميل جدا. احط بقى الكوسه وخلاص كده خلصنا من الكوسه، نسيبها بقى على النار لحد لما تستوي. لو احتاجت نزودها هنزودها، ممكن اديها من البدايه كده حبه ميه سخنه تغلي معاها عشان ايه تستوي براحتها بقى، ما بقاش قلقان عليها. نحط غطاها فين؟ عندي هنا اهو هحط زبده، يعني هحط حوالي 4 معالق زبده كده. وهحط معلقه عسل. اجيبها بس كده شويه عشان ما تتحرقش على ما اخلص المقادير بتاعتي. وهحط شويه سكر، حاجه بسيطه مش كتير، معلقتين تقريبا، يعني ده على حسب الرغبه، يعني الموز اصلا مسكر. بس وهجيب ايه؟ هجيب سكينه وهقطع الموز، يعني انا عايزه اقطعه كبير كده عشان الف بيه الكريب. وهحطه هنا. شيل الحته اللي تحت دي. بس كده واحاول اخلي الموز ايه مع الزبده مع السكر يتحرك كده. بصوا بقى انا وصفه الكريب دي عامله معاها صوص كراميل. صوص الكراميل انا مش عاملاه في البيت، يعني كتير قوي مننا بيتضايقوا ان صوص الكراميل ده بيفشل منهم. انا عملته قبل كده، بس انا عايزه اشجع الناس اللي ما بتعرفش تعمله انها في حاجه سهله جدا ممكن تعملوا بيها. علبه لبن مكثف من اللبن المكثف المحلى اللي عليه سكر، نجيبها ونحطها في حله، يعني هي العلبه لو قد كده نحطها في حله نغمرها بالميه ونسيبها 3 ساعات على النار في قلب الميه دي. كل ما الميه تقل نزودها، بعد ال3 ساعات نشيلها ونسيبها تبرد، هنفتح عليها هنلاقيها بقت كراميل على طول، هتبقى طعمها رائع. كراميل كراميل طعمه تحفه. ولو احنا عايزينه كراميل سايل نخففها بشويه لبن او شويه كريمه، عايزينه كراميل ماسك تقيل زي الطافي نخليه زي ما هو كده. بصوا بقى انا دلوقتي هعمل ايه؟ هعمل الكريب بتاعي. انا هجيب 2 كوباية دقيق. هجيب 2 كوباية دقيق، لا 1.25 كوباية دقيق، انا اسفه، هجيب 1.25 كوباية دقيق. هدي 1.25 كوباية، معلقتين تقريبا، 1 كوباية، جبت 1.25 كوباية اهوت. وهجيب يعني حبه سكر بودره صغيرين، يعني تقريبا 2 معلقة، يعني انا عايزه بس اسكره حاجه بسيطه. وهقلبه كده مع بعض. وهجيب اللبن والمضرب، هحط ايه 2 كوباية لبن يبقى معانا 4 بيضات عليهم ايه 2 كوباية لبن و1.25 كوباية دقيق. ادي 1 كوباية لبن وادي 1 كوباية لبن. هوطي على الكوسه عشان بتحب تستوي على نار واطيه. وهقلب هنا بقى، هخلط كل الدقيق مع بعض ما يبقاش فيه اي كلكعه. بصوا على طول اتخلط الدقيق ازاي. هجيب بقى البيض وهكسر بيضه بيضه
وهحطها. ادي اول بيضه وارب. تاني بيضه. ريحه الكوسه حلوه جدا على النار على فكره. وارب. انا ما حطيتش معاها حمص الطبيخ لانه مسلوق، بعد ما تغلي بشويه نحط حمص الطبيخ عشان هو انا سلقاه طبيعي، فمش عايزاه يقعد كتير على النار عشان ما يتهريش. شايفين شكلها جميل ازاي؟ تالت بيضه بقى وارب برضو، يعني احركها شويه واحط البيضه اللي بعدها عشان ما يحصلش كلكعه. بس كده. شفتوا برضو الكريب عمايله سهله ازاي؟ الكريب ده بقى يعني نقدر نعمل منه حاجات كتير، كل مره نعمل بيه حاجه ويبقى يبقى حاجه حلوه مختلفه. النهارده انا هعمله بالشوكولاته وهعمله ساده وبالموز. خلاص كده هحط بقى هنا ايه شويه الفانيليا، طالما في بيض يبقى لازم في فانيليا. وهحط 4 معالق زبده سايحه. وهقلب، وده الكريب، بسيبه يرتاح شويه وابدا بقى ايه اروح عاملاه في الطاسه، اسويه في الطاسه. انا بقى هفصل منه حبه في بوله صغيره وهحط شوكولاته، هحط كاكاو، هحط تقريبا 2 معلقة كاكاو وهحط عليهم حبه وهربهم وهزودهم 2 معلقة لبن علشان يبقى بنفس الخف. انا بقى هنقل وهرب اللي بالكاكاو في الفاصل، واستنوني انا مستنياكم.